بسم الاب والابن الروح القدس الان واحد امين. مجد الاب والابن الروح القدس الان وكل اوان الى دار الدارين امين. نرفع قلوبنا الى الهنا الحبيب فدينا الصالح كي يعطينا نعمه في هذا المساء المبارك في ليله راس السنه الجديده، انه يفتح قلوبنا لكي ما يضع فيها كلمه الحياه حوالين هذا الشعار الجميل بتاع السنة الجديدة. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد أمين. سلمنا فصرنا نحمل، دي جت فين في الكتاب المقدس؟ جت في سفر أعمال الرسل في إصحاح 27 أواخر السفر كده تقريبا، والآية 15. حكاية سلمنا فصرنا نحمل دي كان معلمنا بولس الرسول مسجون ورايح روما عشان رفع دعواه إلى قيصر، فقالوا له إلى قيصر رفعت دعواك إلى قيصر تذهب، وراح ضمن مجموعة من المسجونين تحت حراسة مشددة في مركب، وأثناء الرحلة البحر هاج عليهم جدا جدا ومروا بظروف صعبة خالص خالص وصلتهم إلى حالة من اليأس في الحياة، فقدوا الرجاء في الحياة وأصبح الأمر مواجهة مع الموت. فيقول معلمنا لوقا الطبيب في سفر أعمال الرسل في إصحاح 27، يقول لما خطفت السفينة ولم يمكنها أن تقابل الريح سلمنا فصرنا نحمل. خلاص إحنا وصلنا لدرجة ما فيش أمل، هو يعني سلمنا دايما ناخدها كده على انها ملء حياه الاتكال على ربنا، سلمنا امورنا لربنا، سلمنا حياتنا في ايد ربنا. انما في الحاله اللي كان فيها معلمنا بولس الرسول دي والناس اللي في السفينه، يعني حاجه تانية غير التسليم، هي استسلام. خلاص سلموا حياتهم او سلموا النمر خلاص، يعني ما فيش أمل خالص في الرجاء. في موقف تاني كان بولس الرسول برضو تعرض له في رسالة معلمنا بولس الرسول التانية إلى أهل كورنثوس، ويقول فيها كده إننا لا نريد، في الإصحاح الأولاني من آية 8-10، يقول فإننا لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا أننا تثقلنا جدا فوق الطاقة. فوق ايه؟ فوق الطاقة، حتى أيسنا من الحياة أيضا. هي نفس الحالة تقريبا مش كده؟ نفس الحالة. خلاص سلمنا فصرنا نحمل لأن احنا خلاص فقدنا الرجاء في الحياة، يعني حالة من اليأس الشديد جدا. لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات، الذي نجانا من موت مثل هذا، وهو ينجي الذي لنا رجاء فيه أنه سينجي أيضا فيما بعد. في الكلمة الجميلة اللي قالها لنا أبونا متاوس من شوية، أن الفرح الدايم اللي جوه القلب نتيجة العشرة مع ربنا والإيمان بربنا والثقة بربنا مش ممكن أبدا أبدا حاجة في الدنيا تنزعه. وده اللي كان عايشه معلمنا بولس الرسول وهو في المركب، والمركب يكاد يغرق خالص وقد فقدوا كل رجاء وكل أمل في النجاة. أحبائي حياة التسليم، احنا نركز طبعا النهاردة بنعمة ربنا في السنة الجديدة عن حياة التسليم الكامل لربنا، اللي فيه يرتبط كلمة التسليم بكلمة الاتكال الكامل على الله. ما انساش أبدا أب اعترافي ربنا ينح نفسه لما كان بيكلمني مرة وسألت سؤال،
يعني عن حياة الاتكال الكامل على ربنا دي. فقال لي كلمة ما انساش أبدا، ويريدكم تحفظوها معايا. قال كده، الاتكال على الله، الاتكال على الله، وده اللي احنا عايزين نعيشه في السنة الجديدة. الاتكال على الله هو أنعم وسادة، أنعم مخدة يستند عليها الإنسان ويستريح. يا سلام، الاتكال على الله هو أنعم وسادة يستند عليها الإنسان وإيه، يحط في بطنه بطيخة، إيه بطيخة صيفي، خلاص يرمي كل اتكاله على رب. في سفر المزامير وخصوصا في صلاة الأشبية نلاقي بعض المزامير جميلة جدا جدا عن حياة الاتكال ده. من ضمنها المزمور 124 اللي بيقول كده، معلمنا داود النبي، المتوكلون على الرب مثل، من يعرف يكمل، ها، جبل صهيون لا يزول إلا، زي جبل راسخ كده مفيش حاجة زحزحه، ده المتكل على ربنا. المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون لا يزول إلى الأبد، الساكن في أورشليم، الجبال حولها، والرب حول شعبه، حوط عليهم كده، والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. برضو في المزمور 145 في صلاة النوم اللي فيه أوله، سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي ورتل آلي ما دمت موجودا، وبينصحنا لا تتكلوا على الرؤساء الذين ليس عندهم ولا على بني البشر. ملعون من يتكل على زراعة البشر. أمال الاتكال يبقى على مين بقى؟ يجي بقى بعد كده يقول إيه، طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه. يا سلام، يا بخته، يا بخته. كلمة طوبى دي الحقيقة نفسي بقى يعني كده كلنا برضو في السنة الجديدة دي نعمل مسابقة في الكتاب المقدس عشان نطلع التطويبات من الكتاب المقدس كله. احنا ممكن مع الاباء كده يرتبوا لنا المسابقات دي، نطلع مثلا التطويبات من الاشبيه، مليانه تطويبات خصوصا الساعه 6، وبعدين نقول ايه كمان، نطلع التطويبات من العهد القديم وخصوصا ايه، سفر المزامير، وممكن نطلع التطويبات من العهد الجديد وخصوصا سفر الرؤيا، مليانين تطويبات تطويبات تطويبات. وكلمة طوبة يعني يا بخت، يا سعادة، يا فرحة. ترجمة كده بتاعتها في الإنجليزي لها أكتر من ترجمة، يعني كلمة طوبة دائما نقول بليسد، بليسد يعني مبارك، يا بخت مبارك. إنما في ترجمة تانية بتقول هابي إز هي، يعني يا فرحته، يا فرحة قلبه. وده الكلمة اللي قالها لنا أبونا متاس عن الفرح الدايم، إن الإنسان المسيحي فرح، فرح دايم، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول في رسالة الفرح اللي هي رسالة ايه، رسالة فيليبي، يقول افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا، كأن ما عندوش كلمة يقولها غير افرحوا افرحوا افرحوا، افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا. هكذا احبائي حياة التسليم وحياة الاتكال على ربنا هي فعلا حياة السلام الذي يفوق كل عقل، والفرح الذي لا ينطق به ومجيد. ايه ده؟ يعني مفيش كلمة تقدر تعبر عن الفرح ده، لا ينطق به ومجيد، ومفيش سلام أعلى منه، سلام يفوق العقل، سلام رباني، سلام من فم رب المجد يسوع ملك السلام اللي قال سلامي أنا أعطيكم، سلامي أترككم لكم، لا يستطيع العالم كله أن ينزع منكم السلام ده. يا بختك يا إنسان يا مسيحي، ياللي ماسك في ربنا جامد ومتكل عليه ومسلم له حياتك كلها من أولها لآخرها، في دقائق الأمور، في أقل حاجة وفي أكبر حاجة، حياتي يا رب بين إيديك، بين يديك أستودع إيه، أستودع روحي. ملء التسليم، ملء التسليم. أحبائي اللي عاشوا حياة التسليم يخبرنا الكتاب المقدس عنهم يعني أمثلة جبارة جدا. إبراهيم أب الآباء إزاي لما ربنا دعاه ترك كل شيء وهو لا يعلم إلى أين يمضي ومشي ورا ربنا، وإزاي ربنا كان بيعوله، وإزاي ربنا كان بياخد باله منه، وإزاي إبراهيم أب الآباء بإيمانه القوي جدا في ربنا واتكاله الكامل عليه ترك لنا أروع الأمثلة وسميناه كده أبو المؤمنين كلهم، أب الآباء.
ونيجي في صحيح العبرانيين 11 نسمع بقى عن لست أبطال الإيمان اللي من ضمنهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وصموئيل وكل الأنبياء بتوع العهد القديم. يا سلام يا أحبائي لما تقروا مثلا حكاية يوسف. يوسف إزاي سلم حياته في إيد ربنا؟ إزاي كان شعر بوجود الله في كل مكان؟ وإزاي لما مرات سيده حاولت توقعه في الخطية قال لها كيف أخطئ إلى الله وأصنع هذا الشر؟ فين ربنا ده؟ أنت شايفه؟ أنا مش شايفة حاجة. لا ده أنا شايفه قدامي، تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين، إنه عن يميني لكي لا أتزعزع. وهكذا أحبائي قدر يوسف أنه يتكل على ربنا اتكال كامل، ما خافش، ما اضطربش، رموه في البير، اتباع عبد، اترمى في السجن مظلوم سنين طويلة، ولكن كانت كل الأمور تعمل معا للخير ليوسف الذي اتكل وسلم حياته في إيد ربنا. التلات فتية في أتون النار، دانيال في جب الأسود، بطرس نايم في السجن سلم حياته في إيد ربنا، يجي له الملاك ويصحيه وينقذه، وبولس الرسول في الحتتين اللي احنا قرناهم من الكتاب المقدس النهاردة عن بولس في سفر الأعمال وبولس في كورنثوس الأولى. إزاي وصلوا إلى درجة اليأس؟ إزاي وصلوا إلى أنهم يتحملوا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة أيضا؟ وإزاي ربنا أنقذه؟ وإزاي ربنا بعت له ملاك يطمنه؟ وإزاي ربنا وقف معاه؟ أجمل حاجة في الموضوع ده أحبائي أن احنا نوصل لنقطة الصفر دي، نقطة الصفر دي اللي فيها لا نثق في أنفسنا. أنا يا رب تراب، أنا ضعيف، أنا خاطي، زي الترتيلة اللي رتبتهم شوي، أنا الخاطي. فعلا يا أحبائي عندما يصل الإنسان إلى هذه النقطة من الضعف ومن الفقر ومن الجهل ويقول أنا رب ولا حاجة، أنا ما أنا، زي ما معلمنا بولس الرسول، عندئذ يلقي كل هم على ربنا، ملقينا كل همكم عليه لأنه هو يعتني. في آيات بقى جميلة قوي كمان في العهد القديم بتبين إزاي الاتكال على ربنا ده. في سفر أشعيا النبي إصحاح 66 يقول لأنه هكذا قال الرب هانا زأدير عليها سلاما كنهر. تخيلوا بقى السلام عمال يغسل الواحد كده، نهر بيفيض فيضان من السلام. ها أنا أدير عليها سلاما كنهر ومجد الأمم كسيل جارف، فترضعون وعلى الأيدي تحملون وعلى الركبتين تدللون. يا سلام يا سلام على الإنسان اللي متكر على ربنا ده، هو وحس أنه طفل صغير بيرضع من صدر أمه حنان وحب ورعاية وسلام يفيض. حد شاف عيل بيرضع وشايل الهم؟ حد شاف طفل صغير في حضن أبوه متشال وهو مشغول وقلقان ومهموم ومكتئب؟ يا بخت الإنسان اللي يرجع لحالة الطفولة دي في حياة التسليم وحياة الاتكال على الله، مرمي في حضن أبوه، مرمي على صدر أمه، في عالم تاني، لا يفكر في أكل ولا في شرب ولا في لبس، في سلام عجيب. عشان كده قال لنا إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا إيه ملكوت الله. إزاي نوصل لحياة التسليم دي؟ أن نسلم حياتنا في إيد ربنا بالكامل وحياة الاتكال الكامل على ربنا. أحبائي نحتاج أن نرجع إلى حالة الطفولة اللي فيها نقاوة القلب، طوبى لأنقياء القلب إنهم يعينون الله. مين شاف الست العذراء زمان أيام الزيتون أو في أي زهور من الزهورات وما كانش فرحان؟ ده الناس كانت بالزقطة وبترقص كده وعايزة تطير كده في الهواء وتوصل للعذراء، تقول يا عذراء اشفعي فيا، يا عذراء توبيني، يا عذراء حلي لي المشكلة، وفرحين فرح لا ينطق به ومجيد. أمال إيش حال بقى اللي شايف ربنا ومرمي في حضن ربنا؟ الست العذراء كده لما سلمت حياتها في ايد ربنا وقالت هوذا انا امة الرب، المستحيل، ازاي عذراء تحبل وازاي تولد؟ دي حاجه فوق العقل. ولكن الست العذراء في سلام وفي هدوء جميل وفي فرح عجيب، سلمت حياتها كأمة في ايد ربنا. يا احبائي ها
هكذا ينبغي نحن أن نعود إلى حالة الطفولة الأولى، حالة النقاوة. يا بخت الإنسان اللي يبص الأطفال كده ويتعلم منهم. مدرسة، مدرسة في الطهارة، مدرسة في النقاوة، مدرسة في البساطة، مدرسة في التواضع. هكذا أحبائي ينبغي أن نعود إلى حالة النقاوة الأولى التي خلقنا الرب عليها على صورته ومثاله. في سكة التسليم والاتكال على ربنا، نحتاج أيضا يا أحبائي أن احنا نمسك في كلمة ربنا جامد أوي، زي ما قالنا برضو النهاردة كلمة ربنا. يقول رب المجد يسوع: أنتم أنقياء بسبب إيه؟ الكلام الذي كلمتكم به. يا بخت نرجع للتطوبات ونشوف المزمور الأولاني، مزمور واحد: طوبى إيه اللي بيلهج في ناموس الرب نهارا وليلا. في ناموس الرب مسرته، يفرح بكلام ربنا، زي اللي وجد إيه كلامك أحلى من العسل وأحلى من الشهد، وعمال يتلذذ فيه ويتأمل فيه نهارا وليلا. يا بختك يا بختك. ونيجي للمزمور الكبير بتاع سورة نص، كأن اليوم يبتدي بالمزمور الأولاني وينتهي في نص الليل بالمزمور الكبير اللي فيه 22 قطعة، وكل قطعة 8 آيات، وكل آية ما فيهاش غير كلمة ربنا وناموس ربنا وشريعة ربنا ووصايا ربنا، لغاية لما يقول له: سراج لرجلي كلامك وإيه ونور لسبيلي. يا أحبائي ما أحلى أن يتلذذ الإنسان المسيحي بكلمة ربنا ويلهك فيها نهارا وليلا، والأجمل من كده أنه يعيشها. الدين يا رب كل يوم آية أعيش بيها طول اليوم. يا بخت اللي يفتح إنجيله أول ما يفتح عينيه الصبح على الإنجيل، ويفتح ودانه ويفتح قلبه ويقول له: يا رب اديني آية واحدة بس أخبيها في قلبي لكي لا أخطئ إليك. أظن الإنسان ده يبقى إيه في آخر النهار؟ ده يبقى إديس على طول كده، يبقى إديس. ده الأنبا أنطونيوس سمع آية واحدة عاش بيها العمر كله، بها أول الرهبان وكوكب البرية ومؤسس الرهبانة في العالم كله. إيه ده؟ إذا أردت أن تكون كاملا اذهب، بيع كل مالك وتعال اتبعني. يا سلام يا سلام يا أحبائي لما نسمع كلمة ربنا كل يوم تنقي قلبنا وتنقي فكرنا. وعلى فكرة على فكرة مفيش خطية في الدنيا تقدر تقف قدام كلمة ربنا. عشان كده كل خطية لها وصية، كل خطية لها وصية. عشان كده رب المجد يسوع في التجربة على الجبل كان كل حرب من حروب الشيطان الثلاثة الرئيسية اللي مفيش أي تجربة ولا أي خطية تخرج عنهم، اللي هي إيه؟ محبة، تعظم المعيشة، وثلاث حاجات يعني معروفين قوي كده، بس أنا ساعات إيه أنسى. ثلاث أنواع من الخطايا دي: خطايا الفكر والفعل والجسد والشهوة، شهوة العالم، شهوة الجسد، وشهوة العين، وتعظم المعيشة. أدي افتكرتهم الثلاث خطايا دي، مفيش خطايا تخرج براهم. وفي كل مرة كان رب المجد يسوع يقول للشيطان إيه ويغلبه بإيه؟ كلمة الله، مكتوب 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 في الثلاث وصايا. ولما الشيطان عمل نفسه شاطر وقال له: طب مش أنت بقى حافظ الإنجيل وبتجيب لي آيات من الإنجيل عشان تغلبني، طب أنا هجيب لك آية من الإنجيل عشان أوقعك في الخطية. تتصوروا بقى الشيطان الملعون ده قال يجيب له آية يقول له: مش مكتوب لما ترمي نفسك الملائكة هتشيلك، ارمي نفسك. قال له: لا، مكتوب أيضا لا تجرب الرب إيه. عشان كده ما ينفعش ناخد آية ونسيب آية، ما ينفعش ناخد نص آية ونسيب النص الثاني. يا أحبائي لازم نحفظ الوصية، والوصية تحفظنا كله. الإنجيل الوصايا العشر: من أخطأ في واحدة فقد صار مجرما في الكل. كلمة ربنا تنقينا، كلمة ربنا تقدسنا، كلمة ربنا تنصرنا، كلمة ربنا تعزينا. احنا لما نروح جنازة ولا نروح نعزي حد ما فيش غير كلمة ربنا، نجيب له سفر الرؤية يكلمنا عن السماء والسماويين يتعزى، نجيب له كلمة ربنا في المزامير، لو واحد عنده 70 سنة وراح السماء أقول له: بس هو عمر الإنسان 70 سنة ومع القوة ف80، مزمور 90 بيقول الكلام ده لموسى النبي، يتعزى جدا. أمال لو واحد بقى وصل للـ90 يعني، ده وصل بقى فوق الماكسيموم بـ10 سنين. أحبائي كلمة ربنا معزية مفرحة، يدينا ربنا نعمة أن احنا نشبع بيها كل يوم ونتغذى بيها كل يوم. في حياة التسليم الكامل والاتكال الكامل على ربنا يعيش الإنسان في نقاوة قلب
وفي طهارة فكر، ويعيش الإنسان في سلام فوق العقل وفي فرح لا ينطق به ومجيد. يساعدنا قوي في حياة التسليم الكامل على ربنا أن احنا نحط هدف قدامنا. هدف أي سباق في الدنيا لازم يكون فيه في الآخر فيه هدف عايز يوصل له، يجري يوصل له بسرعة ويوصل قبل غيره. الذين يركضون، واحد ياخد الجعالة، واحد ياخد الجائزة الأولى. فالهدف بتاعنا إيه؟ من يعرف اطلبوا أولا إيه؟ ملكوت الله بر. الهدف هو السماء. تسمعوا بقى عظات الأنبا كراس ربنا ينيح نفسه، ما تلاقوش عظة تخلو من السماء والاستعداد للسماء. ويقول لنا هم في الآخر ثلاث حاجات، يا إما بيت مسنين، يا إما مستشفى، يا إما أوضة ضلمة. ما حدش هيطلع من الثلاثة دول في الآخر خالص خالص، ده لو يعني ما راحش كده واتخطف خطف. عشان كده أحبائي دايما كان يتكلم عن السماء والاستعداد للسماء، وازاي نعيش أنقياء، وازاي نعيش في طهارة، وازاي ننفذ وصية ربنا، وازاي نعمل عمل رحمة. آخر حاجة أقولها أحبائي هي يعني مع الشعار الجديد ده وحياة التسليم الكامل في إيد ربنا، عشان نسلم حياتنا في إيد ربنا، يوم ربنا يستخدمنا، ربنا إيه؟ يستخدم. إحنا آنية ضعيفة خزفية ترابية قبل للكسر، لكن الإناء ده لما يتطهر ويتنقى ويبقى في إيد ربنا يتملى بروح الله ويتملى بكلام الله ويتملى بثمار الروح، محبة، فرح، إيه؟ سلام. ويبقى الإنسان المسيحي عايش كده يوزع السلام، يفيض بالسلام. القديس سرافيم سرافسكي قال كلمة ما انساهاش أبدا، قال املأ قلبك سلاما وألوف من حولك يخلصون. يا بختك، يا بختك يا اللي مليان سلام، يا بختك يا صانع السلام، طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. يا بختك يا اللي داير تعمل خير وتعمل عمل رحمة. احنا خدنا شعار لأسرة العذراء أم المعونة اللي عايزين نخدم ربنا فيها في آخر أيامنا. بقى احنا في آخر الأيام والكورونا عمالة تشتغل وزادت أول يومين دول لدرجة مش لاقين يعملوا التست. الأجزخانات خلصت ما فيهاش البتاع ده، واللي بيعملوا تست قفل يعني خلاص بقى الواحد سلم، سلمنا فصرنا نحمل خلاص. فيعطينا ربنا نعمة أن احنا نشترك في خدمة إيه؟ خدمة الديانة الطهرة النقية عند الله الآب، هي هذه افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم وحفظ الإنسان نفسه بلاد الناس من العالم. يا سلام يا رب يسوع المسيح، لما نركز كل حياتنا اللي فاضلة دي في خدمة الأيتام والفقراء وكل من يحتاج لمعونة، كل من يحتاج لكلمة تشجيع، اللي جعان للعطف والمحبة. في ناس مش حاسة حد بيحبها، في ناس يأسة، في ناس تعبانة جدا جدا يا أحبائي، في ناس في ضيقات، في ناس مرضى، في ناس في بيوت مسنين، في ناس مديونين، في ناس تعبانين جدا جدا. نحاول كده نفتح ودننا شوية ونفتح قلبنا شوية ونفتح إيدينا شوية. والمعطي المسرور إيه؟ يحبه الرب. الله يعطينا نعمة لكي نسلم حياتنا بين يديه فيستخدمنا المجد اسمه. الله يعطينا نعمة فنتكل عليه من كل القلب من كل الفكر فنصير كالجبال، كجبل صهيون لا يزول الأبد. يدين ربنا نعمة فنفكر في الأبدية بتاعتنا ونضع الهدف ده واضح قدام عينينا، وكل يوم نحط نقطة في المصباح، نقطة زيت، عشان لما يجي العريس يلاقينا مستعدين لإلهنا كل مجد وكرم لأن أبداً.